لقاسم سليماني تواصل مع قيادة القسام وتواصل مع قيادة السرايا كما نشر في الأخبار، الأخبار صحيحة، لكن فيما بعد حاولت وسائل الإعلام الصهيونية وبعض وسائل الإعلام المتصهينة إنها تحط الاتصالات في سياق غير السياق الصحيح. الرجل تواصل وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري ووقوف فيلق القدس بكل ما يملك مع شعبنا من أجل الدفاع عن القدس وبقاء القدس عاصمة لدولة فلسطين. قال بشكل واضح إنه كل مقدراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس، ولم يطلب ولم يشترط ولم يشجع على شكل من أشكال المقاومة. وأنا أقول لكم، أنا جلست مع الرجل أثناء زيارتي لطهران عام 2012، حسب ما رأيت في الرجل، الرجل يحب فلسطين ويحب القدس ويحب كل ما من شأنه إنه يعزز صمود شعبنا وأهلنا.